هنتكلم النهارده على ذا هيستولوجي اوف ذا كيدني. هيبدا يقول لك الكيدني اي هيستولوجي بتاع اي اورجن يا اولاد، اي اورجن من حيث الهيستولوجي بيكون من حاجتين وانت مغمض عينيك. الكلام ده في الاندوكراين، في الريبرودكشن، في اي حته، اي اورجن بيكون من هيستولوجيكالي بيكون من حاجتين، استروما ده الجزء الدعائي، بارينكما ده الجزء الوظيفي. ماشي؟ اوكي، يبقى اي هيستولوجيكال كومبوننت لاي اورجان يجي في دماغك بيكون من حاجتين، استروما ده جزء دعامي من حيث الهيستولوجي، اند بارينكما، والبارينكما ده الجزء الوظيفي، ده الجزء اللي شغال، ده الجزء اللي هيعمل وظيفه الاورجان ده. حلو الكلام، حلو الكلام. طب الاستروما وانت مغمض عينيك هي كونكتيف تيشو، استروما هتبقى ايه يعني؟ كونكتيف تيشو هقول لك سكانتي. يعني ايه سكانتي؟ يعني خفيفه كده، كونكتيف تيشو هين كده، مش تقيل، مش دنسد، مش كتير. ماشي؟ طب مكانه فين؟ مكانها فين الاستروما دي؟ قال لك ما بين البارينكما، ما بين البارينكما. لا لا لا، بص اقف اقف ستوب كده وقول لي البارينكما الاول عشان تقول لي الاستروما اللي في وسطها. اوكي، تعالى اقول لك البارينكما اللي هي الايه؟ الجزء الوظيفي. البارينكما عندي اسمها حاجه اسمها يورينيفروس تيوبيول. اسمها ايه؟ يورينيفروس تيوبيول. يلا هتلاقي مصطلحات جديده، حاول تحفظ معايا. اسمها يورينيفروس تيوبيولز. ماشي يا سيدي، ايه اليورينيفروس تيوبيول دي؟ هقول لك ان اليورينيفروس تيوبيول هفكها لحاجتين، حاجه اسمها نيفرون، اخيرا قابلت حاجه انت عارفها اهو، وحاجه اسمها كولكتنج دكتس. حاجه اسمها ايه؟ نيفرون اند كولكتنج دكتس، الاثنين على بعض كده اسمهم ايه؟ يورينيفروس تيوبيول. ماشي ماشي. طيب ايه شكلهم؟ هقول لك ايه شكلهم. ده طبعا انا بسرق في الرسمه، ماشي، عشان بس ايه ما اخدش وقت كبير. المفروض الرسمه ايه يبقى فيها ديتيلز اكتر من كده، بس توفيرا للوقت ونغطي نقضي الغرض يعني. ده بالنسبه لي ده النفرون. ده ايه النفرون؟ لحد فين؟ لحد هنا اهو. طب ده ايه؟ ده كولكتنج تيوبيول. مما يكون النفرون؟ يكون من كورباسل، حاجه اسمها مالبيجيان كورباسل. طب انا كده شايف الكورباسل؟ لا، انت شايف نص الكورباسل، الا وهي البومانز كابسول. دي يا اولاد اسمها بومانز كابسول. ماشي؟ امال الكورباسل كلها؟ لا، المالبيجيان كورباسل على بعضها عباره عن بومانز كابسول وما بينهما طفط في كابيلاريز، الا وهي بالظبط جلوميرولوس. الجلوميرولوس، تمام؟ فاكرين الجلوميرولوس؟ بنقول ان هو عباره عن طفط في كابيلاري، جاي افرنت ارتيريول رايح افرنت ارتيريول. ماشي؟ وما بينهما في جلوميرولوس، البومانز كابسول المغلفه دي الجلوميرولوس، والاثنين يعني مع بعض كده اسمهم ايه الاثنين على بعض؟ اسمهم مالبيجيان كورباسل. ماشي كده؟ ماشي. طب وبعدين؟ قال لك بعد كده عندي قنوات ملتفه قريبه اللي هي ايه؟ البروكسيمال كونفليوتد تيوبيول، ثم عندي لوب اوف هانلي. لوب اوف هانلي، في ناس بتنطقها هنلي وانا اميل لهذا النطق يعني، في ناس بتنطقها لوف هنل. اوكي، يعني انت تقدر تنطقها. وبعد كده عندي ديستال كونفليوتد تيبيول. لحد هنا خلص النفر، شكرا. اللي بعده النفر بيسلم حاجه اسمها ايه؟ كولكتنج دكتس. كولكتنج دكتس، ماشي. ثم الكولكتنج دكتس مع كولكتنج دكت ثانيه، ماشي، ممكن يتجمعوا يعملوا لي حاجه اسمها ايه؟ دكت اوف بليني. دكت اوف ايه؟ بليني واشرب ميتي. ماشي، دكت اوف بليني. حلو. طب دكت اوف بليني دي في الاخر ان شاء الله هتفتح على ايه؟ على حاجه اسمها رينال بابيلي. ايه؟ رينال بابيلي، واحده اسمها بابيلا. استنى، رينال بابيلا تكون قصدك البابيلا بتاعتنا؟ ايوه، هي البابيلا بتاعتنا. يا راجل، يعني انت عايز تقول لي ان هنا موجود بومنز كابسول؟ ايه اللي انا مختاره ده؟ هنا موجود بومنز كابسول وبروكسيمال كونفليوتد تيبيول ولوب اوف هانلي، وبعد كده ديست كونفليوتد تيبيول، وبعد كده كولكتنج دكت نازله اهي، وكولكتنج دكت مع كولكتنج دكت يعملوا لي حاجه اسمها دكتور فوليني وتفتح في البابيلي. بالظبط، عشان كده بقول لك ما تفصلش ده عن ده، لان الاثنين واحد. انا جاست بكبر مايكروسكوب، صح؟ مش البيراميد كان بيفتح ببابيلي عشان يصب في الماينور كاليسيس، هيصب فيها ايه؟ يورين. طب هو مين اللي بيكون يورين؟ ما هي النفرون، وصب في مين؟ في كولكتنج دكت.
الاثنين على بعض اسمهم ايه؟ يورينيفرس تيبيول. سميناها يورينيفرس ليه؟ جاي من يورين، لان دي ان شاء الله التيبيولز اللي هتجمع لي اليورين وهتصبه بقى في الشارع ان شاء الله في البلفس، صح كده؟ صح. طب البيراميد ده عباره عن ايه؟ عباره عن تيبيولز، ايه سوري، عباره عن كولكتنج داكتس. عباره عن ايه؟ كولكتنج داكتس. امال النفرون فين؟ النفرون بشكل اساسي موجوده في الكورتكس. عشان نخلص بقى، النفرون بشكل اساسي، طبعا هناخد كل حاجه ان ديتيلز دلوقتي، موجوده ان كورتكس. اللوب اوف هنلي ينزل تحت شويه في المظله، ولكن له جزء في الكورتكس، ويطلع مره ثانيه. والديستال والبروكسيمال كونفوليوتد تيبيول مكانهم فين؟ في الكورتكس. اما الكولكتنج داكت هي اللي بتنزل فين؟ في المظله. والكولكتنج داكت هي اللي عامله لي حاجه اسمها بيراميدال ريز، اشعه بتاعه البيراميد. عباره عن ايه الريز دي؟ عباره عن كولكتنج داكت، صح؟ وتتجمع في داكت اوف بليني اللي هتفتح على مين؟ على بابيلي. يعني الدنيا كلها مسلمه لبعضها بالظبط كده. طب فاكرين امبارح يا اولاد لما قلت لك بيراميد وحته كورتكس فوقها اسمها ايه؟ حد فاكر؟ لوب. لوب، صح كده؟ طب لو قلت لك كولكتنج داكت وحته كورتكس فوقها يبقى اسمها ايه؟ حد يخمن؟ احنا قلنا ان البيراميد كله وحته كورتكس فوقها يبقى اسمها لوب. طب كولكتنج داكت واحده وفيها حته كورتكس نسميها ايه؟ لوبيول. مش محتاجه فقط بالظبط، لوبيول، تصغير اللوب. اوكي، فما ما فيش مشكله خالص، يعني المواضيع كلها بتسلم بعضها، تمام كده. يبقى انا دلوقتي الهيستولوجي، احنا بنتكلم على كدني، في ستروما وفي بارينكما. البارينكما عباره عن ايه؟ عباره عن حاجه اسمها يورينيفرس تيبيول. تيبيول مسؤول عن افراز اليورين، اتخلص من اليورين بتاعي، صح كده؟ صح. مما يتكون اليورينيفرس تيبيول من حاجتين، حاجه اسمها النفرون عباره عن مابيجان كورباسل اللي هو عباره عن ايه؟ جلوميريلس وبومانز كابسول، ثم بروكسيمال كونفيوليتد تيبيول، لوب اوف هانلي، ثم ديستال كونفيوليتد تيبيول، ثم كولكتنج داكت. والكولكتنج داكت تتجمع تعمل لي داكت اوف بلين، يا دي النيله، تعمل لي داكت اوف ايه؟ داكت اوف بلين. وداكت اوف بلين ان شاء الله يفتح على حاجه اسمها ارينال بابيلا. حلو، اللي هيصب في مين؟ في ماينور كالكس، ثم ميجر كالكس، ثم اصب في البلفس، ثم ان شاء الله ينزل بقى اليورينال بلادر. فهي مشكله حتى الان، كلام جميل. امال فين الاستروما بقى؟ ما بينهم، ما بينهم. كل ما هو في الكدني مش تبع الليله دي، مش تبع اليورينيفرس تيبيول، استروما. يعني عباره عن ايه؟ كونكتيف تيشو. كونكتيف تيشو. طب وظيفته ايه؟ استروما يا باشا دعم. اي استروما في اي اورجن وظيفتها دعاميه، بتحمي الخلايا الوظيفيه. حد عنده مشكله حتى الان؟ كلام عبيط جدا. طيب يقول لك ان البارينكما دي يا اولاد، ماشي، احنا طبعا شفنا شكل اهو. يقول لك ان البارينكما عباره عن كومباوند تيوبولر جلاند. البارينكما عباره عن ايه؟ كومباوند تيوبولر جلاند. ليه؟ ما انت بص يا سيدي شكل الدكتس عامله ازاي. كومباوند تيوبولر، ما انت قلنا ان كولكتنج دكت دي بتجيب اكتر من نفرون، مش نفرون واحد. عندك ديستال كونفيوليتد تيبيول، ولوب اوف هانلي ثانيه، وبومانز كابسول ثانيه، وليله سودا، صح كده؟ فتلاقي في الاخر بقت عامله زي الغده، عامله زي الجلاند اهي، ماشي. فبسميها كومباوند تيوبولر جلاند، ماشي. ده شكلها من حيث بقى طبعا انواع الجلاند. ما اعرفش انتوا خدتوها قبل كده ولا لا، بس ما تشغلش دماغك نوعها، بس عشان لو جات لك ام سي كيو. كومباوند تيوبولر جلاند، شوف النيورينيفرس تيبيول عرفنا ان هي بتتكون من ايه؟ من نيفرون اند كولكتنج داكتس. طب تعالى نمسك حاجه حاجه بقى ونتكلم عليها بالتفصيل شويه. اول حاجه هنتكلم عليها الا وهي ذا نيفرون، النيفرون الجميل بتاعنا، ماشي. طيب هتكلمني على ديفينيشن اوف النيفرون. ما هو النيفرون يا اولاد؟ وانتوا عارفين النيفرون، النيفرون هو الاستراكشرال اند فانكشنال يونت اوف ذا كيدني، الوحده التركيبيه والوظيفيه للكيدني، الا وهي النيفرون. ما احنا زي ما قلنا هي الكيدني وظيفتها ايه؟ تفلتر يورين. طب مين اللي بيبدا اليورين اصلا؟ ما هو النيفرون، صح كده؟ فالنيفرون ده الوحده الوظيفيه والتركيبيه للكيدني. نيفرون مع نيفرون مع نيفرون مع نيفرون مع نيفرون مع 2 مليون او لحد 3 مليون كمان يعملوا لي كيدني. اوكي، يعني عايز تقول لي ان الكيدني الواحده 1 كيدني بتساوي من 1 ل 3 مليون نفرون. الكليه الواحده فيها كام؟ من 1 ل 3 مليون نفرون. اقول لك على حاجه، انت تقدر تعيش بنص مليون نفرون. ايه ده؟ يعني انا الكيدني الواحده فيها من 1 ل 3؟ يا عم قول فيها 1 مليون كفايه. انت عندك ربنا ادالك 2 كيدني، انت تقدر تعيش بنص مليون بس، يعني تقدر تعيش بنص كيدني، تمام كده؟ تمام. بس طبعا يعني الانسان ما بيطعش، يعني وبنبوظ الدنيا اكتر. يعني ان شاء الله في اخر الكيدني هنتكلم على مشاكل
الانالجيسكس اللي بنشوف بوستاتها كتير على الفيس، مسكنات المسكنات وبيغسلوا وفشل كلوي وبتاع، هنعرف ان الدنيا دي بتبوظ جدا. فعشان كده ربنا ادالك باك اب، ادالك احتياطي لما الخلايا تبوظ، ها في نفرونز ثانيه شغال. تمام، لان الكدني دورها مهم جدا جدا جدا. يبقى عرفنا ان كل كدني فيها من 1 ل 3 مليون نفرون، ماشي؟ طيب، وقلنا ان كل 2 او 3 نفرون يقدروا يتجمعوا في ايه؟ في واحده كولكتنج ضغط واحده. تمام كده، وكولكتنج ضغط بعد كده مع كولكتنج ضغط يعملوا لي حاجه اسمها ضغط اوف بيليني. طيب تعالى اتكلمنا عن حاجه ثانيه الا وهي التايبس اوف النفرون. ما هي انواع النفرون؟ انواع النفرون من حيث ايه بالظبط؟ من حيث المكان. دكتور انت قلت لي ان المكان بتاع النفرون في الكورتكس. يا عم انا معاك، ما هو الكورتكس كده صح، والمظله اهي. ما هو الكورتكس فيه حته فوق وحته تحت. عايز اقول لك ان في نفرون موجوده ناحيه فوق ونفرون موجوده ناحيه تحت. طب النفرون اللي موجوده ناحيه فوق دي اسميها ايه؟ بص هسميها اسم فيك شويه، اسم مش دقيق، هسميها كورتيكال. طب ما انا لما اسمي دي كورتيكال معنى كده ان دي مش كورتيكال؟ لا، هي كمان كورتيكال والله، بس دي سميها كورتيكال لانها في الكورتكس قوي، لكن دي قريبه من مين؟ قريبه من المدلر، من المدله، فهسميها جوكستا ميدلري. يا سلام عليك، هسميها ايه؟ جوكستا ميدلري. طب يعني ايه جوكستا؟ يعني جنب، يعني نير ذا المدله، ولكن هي فين هي كمان؟ في الكورتكس. فعشان نخلص المكان كده كده في الكورتكس عشان ما يتلخبطش والنبي، بس هنسمي تسميه غبيه شويه، اللي فوق دي هنسميها كورتيكال وهقول لك الاسم الاحسن منها دلوقتي، واللي تحت دي هسميها جوكستا ميدلري، جنب المدله ولكنها برضه سيلف الكورتكس. حلو حلو، طب ما تديني اسم احلى للكورتيكال. هقول لك مش يا اولاد الكورتكس دي اعلى حاجه في الكدني، اكتر حاجه اوتر موست بارت اوف الكدني؟ اه، لو قلت لك ان في ستراكشر فوق الكورتكس على طول، حد يقدر يقول لي ده ايه؟ ده الرينال كابسول، دي الكبسوله المحوطه الكدني، صح؟ صح. طب ما ايه رايك نسمي اللي فوق دي النفرون اللي تحت الكبسوله؟ يا ابن اللعيبه، عايز تسميها سب كابسولر؟ بالظبط كده، بدل ما تقول لي كورتيكال من الاثنين كده كده اصلا في الكورتكس، ما نسميها سب كابسولر. يا سلام، والكتاب كاتب لك الاثنين بالمناسبه، مش بزود لك حاجه من دماغي. فهتلاقيه يقول لك ان دي اسمها سب كابسولر او كورتيكال، اما دي اسميها جوكستا ميدلري. يعني ايه جوكستا ميدلري؟ نير ذا مدله، ولكن ما تفهمش سوءا ان هي في المدله، هي برضه في الكورتكس. اتفقنا؟ اتفقنا. يبقى عرفنا عنوان تاني الا وهو التايبس اوف النفرون. تعالى نتكلم على العنوان الثالث في النفرون. مما تكون النفرون؟ كومبوننتس. يلا قولوا انتوا. قلنا النفرون تكون من حاجه اسمها مالبيجيان كورباسل. في ناس بتعمل بيجيان كورباسل، مالبيجيان كورباسل، ماشي؟ مما تكون المالبيجيان كورباسل اصلا؟ حد فاكر؟ جلوميرولس اند بومانز. بالظبط، بومانز كابسول، صح كده؟ طيب غير المالبيجيان كورباسل الاثنين دول بيسلموا مين؟ بيسلموا بروكسيمال كونفليوتد تيبيول، واللي بتسلم للوب اوف هانلي، صح كده؟ واللي بيسلم ديستال كونفليوتد تيبيول، واللي استنى راح فين؟ استنى، احنا قلنا لحد الديستال كونفليوتد تيبيول كده النفرون خلص، ما حدش يعتبر الكوليكتنج داكت مع النفرون. احنا قلنا اصلا ان الكوليكتنج داكت زائد النفرون بيعملوا لي حاجه اسمها ايه؟ يورينيفرس تيبيول، صح كده؟ فالنفرون اخر عند مين؟ عند الديستال كونفليوتد تيبيول. في اي مشكله في النفرون حتى الان؟ عرفنا تعريف النفرون اللي هي الاستراكشر اند فانكشن يونت، وقلنا ان الكيد من واحده فيها من 1-3 مليون، وانت تقدر حضرتك تعيش بنص مليون بس، مكانها فين؟ كده كده في الكورتكس، يا اما بره قوي تبقى كورتيكال او سب كابسولر الاحسن، يا اما تحت ناحيه المظله بنسميها جوكستا مدلري، يعني جنب المظله. الكومبوننتس عباره عن ايه؟ مالبيجيان كورباسل اللي بيكون من جلوميرولس اند وومنز كابسول، ثم يسلم لبروجرام كونفليوتد تيبيول، ثم لوب اوف هانلي، ثم ديستال كونفليوتد تيبيول، ونبقى خلصنا النفرون. تمام؟ كلام جميل. حد عنده مشكلة يفتح مايك ويقول لي، يسألني السؤال بتاعه. تعالى نمسك حاجة حاجة بقى في الكومبوننتس دي ونتكلم عليها هيستولوجيكال أكتر. نبدأ بمين؟ بالمالبيجيان كورباسل. مما يكون المالبيجيان كورباسل؟ طب يا ولاد المالبيجيان كورباسل ده مكانه فين؟ يا عم مع النفرون كلها في الكورتكس، مش كلها قوي يعني، اللوبو فين اللي قلت لك إن هو بينزل تحت شوية إيه في المظلة بس بيرجع تاني بيعقل يعني، ربنا بيهديه. ماشي؟ فالمالبيجيان كورباسل ده مكانه فين؟ في الكورتكس، ده رقم واحد تعرفه. حلو كده؟ حلو. مما يكون المالبيجيان كورباسل من جلوميرولس اند بومانز كابسول.
تعالى بقى ايه نعمل زومنج اكتر على مين؟ على المالبيجيان كورتوزا. بص بقى يا سيدي، فاكر المالبيجيان كورتوزا؟ ليه عاملة كده؟ بس التكييف بس دلوقتي. دي مين دي؟ دي المالبيجن كورباسل؟ لا دي بومانز كابسول بس. امال فين المالبيجن كورباسل؟ لما اقول لك ان في افرنت افرنت ارتيول، وهنا في مين بقى؟ طرف في كابيلاريز اللي احنا بنسميها ايه؟ كولوميريولس، صح كده؟ كده على بعضها ده مالبيجن كورباسل، تمام. يقول لك بقى المالبيجن كروباسل ده في ناحيه فيها فيزلز نسميها ايه؟ او ده بنسميه بول يا اولاد، ده قطب، ده قطب بول، تمام. وده بول برضو، مش ده كده المالبيجن كروباسل؟ صح. فانا عندي بول هنا وبول هنا، البول ده فاسكولار، فاسكولار فنسميه ايه؟ فاسكولار بول. ليه فاسكولار؟ لان ده اللي داخل فيه جلوميرولس، صح كده. طب البول ده يا اولاد في فيزلز؟ لا، ده هنا هيبدا ينزل اليورين اصلا، خليه باللون الاصفر بقى، هنا هيبدا ينزل في ايه؟ اليورين اصلا، فسميه ذا يورينري بول. يبقى مبدئيا كده عرفنا ان البيجن كورباسل ليها تو بولز، فاسكولار بول اند يورينري بول. حلو الكلام؟ حلو. تعال بقى نتكلم على نفصص الايه؟ البيجن كورباسل شويه. هنتكلم على اول حاجه مين؟ ذا جلوميريولس. ماشي؟ تعالى نتكلم على الجلوميريولس. ما هو الجلوميريولس؟ او عباره عن ايه الجلوميريولس؟ الجلوميريولس قولا واحدا هو عباره عن طفط في كابيلاري. عباره عن ايه؟ طفط في كابيلاري، يعني طفط ضفيره كده، لعبكه كابيلاريز. طب بادئ ازاي؟ بافرنت ارتريولز. وينتهي ازاي؟ بافرنت ارتريولز زي ما كنا رسمين، صح كده؟ صح كده. طب بيخش في المالبيجيان كورباسل من انهي حته؟ من الفاسكولار بول ولا اليورينري بول؟ من الفاسكولار بول، صح. الجلوميريولس بتخش في المالبيجيان كورباسل من الفاسكولار بول، ده هو اصلا اللي عامل لي الفاسكولار بول، صح. كلام جميل. ده بالنسبه ليه جلوميريولس. تعال نتكلم بقى على الاستراكشر اوف الجلوميريولس، مما يكون الجلوميريولس. مش الجلوميريولس ده يا اولاد عباره عن كابيلاريز؟ تعال بس اوريك صوره عشان انتوا لما ما بتشوفوش صور بتتوهوا. بصوا الصوره الجميله دي، الله. تعال نفصصها شويه. مين ده؟ ده بومانز كابسول، بومانز كابسول، صح كده. مين اللي جوه بقى ده؟ ده الجلوميريولوس، صح. ده اللي طافت في كابيلاريز، 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 صح كده، صح. مين اللي جاي ده؟ ده الافرنت ارتريول. مين اللي ماشي ده؟ ده الافرنت ارتريول، صح كده، صح. طب لو قلت لك البول ده اسمه ايه؟ ده الفاسكولار بول. طب البول ده اسمه ايه؟ ده اليورينري بول. الجلوميرولوس داخل في المالبيجن كورباسل من انهي ناحيه؟ من عند الفاسكولار بول. كلام جميل، كلام جميل. طب الجلوميرولوس اصلا عباره عن ايه زي ما قلنا؟ عباره عن كابيلاريز. طب ما تقول لي الاستراكشر بتاع الكابيلاري. شايف الكابيلاري؟ مجموعه خلايا جنب بعض اهي، صح؟ بس مخرمه ولا مش مخرمه؟ مخرمه. احنا لو نفتكر في الكارديو كنا خدنا انواع الكابيلاريز بقى، وفينستريتد ونون فينستريتد والحاجات دي، فاكرين، والساينوسويدز والحاجات دي. فهقول لك ان الكابيلاريز هنا نوعها مخرمه اكيد، فينستريتد. ماشي؟ بقول لك ان اول حاجه الجلوميرولار كابيلاريز ار لايند باي فينستريتد اندوثيليوم. شايف الاندوثيليوم مخر، تمام. تعالى نرسم، ادي الاندوثيليوم بتاعي. مخرم ولا مش مخرم؟ مخرم يا سيدي، على عيني وعلى راسي. ماشي. ولكن فاكرين برضه في انواع الكابيلاري كنا احيانا نقول الفينستري الاخرام اللي في النص دي احيانا كان فيه يبقى في حاجه اسمها دايفرام، فاكرين؟ طيب هل الكيدني الكابيلاري بتاعتها الفينستري بتاعتها عليها دايفرام حاجز كده؟ لا، ما عليهاش دايفرام، فخلينا نمسح ده. هقول لك ان هي ما عندهاش دايفرام، يبقى الكابيلاري بتاعت الكدني ما فيهاش دايفرام، مخرمه بس ما فيهاش دايفرام. ماشي، معنى كده ان في حاجات هتقع مني كده في الكدني، هعديها لك دلوقتي، خليك بس معايا واحده واحده. هقول لك ان الاندوثيليوم ده قاعد على بيزمنت ممبرين، قاعد على ايه؟ بيزمنت ممبرين، تمام كده؟ تمام. والبيزمنت ممبرين ده
عباره عن 3 لاير، عباره عن ايه؟ 3 لاير. فين 3 لاير؟ انت راسمين اثنين بس. ادي يا سيدي الثالثه. ماشي؟ البيزمنت ممبرين اللي قاعد عليه الاندوثيليوم ده، تحت الاندوثيليوم في الخط الازرق ده، شايفين الخط الازرق ده اللي بنسميه البيزمنت ممبرين، عباره عن 3 لاير. السمك بتاعه 300، بيحب تلاتات، 300 ايه؟ نانومتر. طب هو حفظ يا دكتور؟ اه يفضل. ماشي، 300 نانومتر ده السيكنس بتاعه، عباره عن كام لاير؟ 3 لاير. شايف اللاير اللي في النص؟ انا عاملها دنس اكتر. يعني ايه دنس؟ يعني غامقه، تمام كده؟ فبسميها لامينا دنسا. يا سلام، اللامينا الغامقه، لامينا على طبقه، لامينا، لامينا دنسا. طب وبعدين الطبقه الانر والاوتر بتبقى فاتحه، فبسميها ريري، بسميها ايه؟ لامينا ريري. ماشي، يعني الطبقه الفاتحه. يبقى انا عندي طبقتين الانر والاوتر دول بيبقوا لامينا ريري، فاتحين في اللون، لكن الغامقه اللي في النص الميدل از لامينا دنسا، غامقه. ماشي، واللامينا الدنسا دي هو البيزمنت ممبرين يا اولاد، متوقعين ان يكون تركيبه من ايه ان شاء الله؟ برافو عليكم، من كونكتد تيشو ان شاء الله. وبما ان اللامينا الدنسا دي غامقه فاكيد فيها اكبر كم من الكونكتيف تيشو، وجامده كده بما انها غامقه يبقى فيها كم كبير من الفايبرز بتاع الكونكتيف تيشو فايبرز، ومن النوع الحلو، ومن النوع اللي يمسك نفسه. مين النوع اللي يمسك نفسه؟ كولاجين تايب 4. ماشي، طبعا اللي هيكتب 4 كده في الامتحان هياخد صفر، عارفين الفور بتتكتب كده، معلش. ماشي، فده بالنسبه لي ايه؟ بالنسبه لي اللامينا دنسر، اللامينا دنسر دي غامقه تقيله عباره عن كولاجين تايب ايه؟ تايب 4. طب اللامينا ريري دي؟ لا دي فاتحه، يبقى كونكتيف تيشو اللي فيها اي كلام، فيها فايبرز اي كلام. زي مين؟ زي اللامينين، زي الفايبرونكتين، زي البروتيوجلايكنز. ووقف شويه عند البروتيوجلايكنز دي، اشمعنى اي ستراكشر يا ولاد فيه بروتيوجلايكنز؟ لما اجي اصبغه بالصبغه بتاعت الباس هتديني طبعا باس بوزيتيف، هتديني بوزيتيف تيست. فكمان شويه ان شاء الله هقول لك ان البيزمنت برين از باس بوزيتيف. ليه باس بوزيتيف ان شاء الله؟ عشان فيه بروتيوجلايكنز. اوكي، كلام جميل، باقي 9 دقايق. ماشي، طيب ما بين بقى الكابيلاريز، بص كده احنا قلنا الكابيلاريز عباره عن ايه؟ فينستريتد اندوثيليا معاد على بيزمنت ممبرين، ثلاث طبقات، سمك 300 نانو، وبلا بلا بلا اي كلام، وبعد كده لامينا دنسا ولامينا رير، وعرفنا الليله دي كلها، صح كده؟ صح. بس بص بين الكابيلاريز وبعضها كده، اه عايز ايه يعني؟ في شويه خلايا في النص دي، شايفها؟ الخلايا الموف اللي في النص ما بين الكابيلاريز دي، مالها بقى ان شاء الله؟ دي اسمها انترا جلوميرولار ميستانجيال سيلز. اسمها ايه؟ انترا جلوميرولار ميستانجيال سيلز. الخلايا ده هي الغامقه دي اللي مشاور عليها ده. ماشي، طب ليه سميتها انترا جلوميرولار؟ ليه ما قلتش ميستانجيال سيلز؟ طالما قلت انترا جلوميرولار يبقى اكيد، برافو عليك، في اكسترا جلوميرولار. ماشي، بما ان في انترا جلوميرولار اكيد في اكسترا جلوميرولار اهو. طب هي الانترا جلوميرولار دي وظيفتها ايه؟ قال لك وظيفتها تعمل سبورتنج للكابيلاريز. طب ثواني، هل الميسنجيال سيلز دي هي المسؤوله عن السبورتنج بتاع الكابيلاريز؟ لا لا، المسؤول الاول والرئيسي عن السبورتنج بتاع الكابيلاريز هو اللي باللون اللزق ده، هو شايفين ده؟ وليه اقدام كده؟ البودوسايتس دي وظيفتها تعمل سبورتنج الكابيلاري. بس شايف ان البودوسايت مش لفه على الكابيلاري، داير ما يدور في سايت كده، في ضلع كده مش لافف حواليه البودوسايت. اه عشان كده الميسنجر سيلز بتدعم من الحته دي بالظبط كده. يبقى وظيفه الانترا جلوميرولار ميسنجر سيلز سبورتنج، بس في اي حته في الكابيلاري؟ لا، في الحته اللي ما فيهاش بودوسايت. يقول لك وير ذا فيزرال لاير اوف البومنز كابسول دازنت كم ان كونتاكت مع مين؟ مع الكابيلاري. في الحته دي ما فيش كونتاكت ما بين البودوسايت اللي هي الفيزرال لاير بتاعت البومنز كابسول، هنتكلم عليها كمان شويه، والكابيلاري. فبالتالي كان من الحكمه، حكمة ربنا انه يخلق هنا خلايا ايه؟ دعامية للكابيلاريز، لان ما ينفعش ترابشر. اوكي؟ طيب الاكسترا جلوميرولار دي برضه نخلص منها، تمام؟ ايه اللي في ابريتوس هنتكلم عنه بكره ان شاء الله، اسمه جيكستا جلوميرولار ابريتوس، هنتكلم عنه بكره ان شاء الله. في انواع كتير من الخلايا هنتكلم عنها اللي انت شايفهم دول، بس خليني بس اقول لك ان الاكسترا جلوميرولار ميسنجيال سيلز مش عارفين هي بتعمل ايه بصراحة دلوقتي. يعني يقول لك ايه؟ يعتقد ان هي فيجوسيتك. يعني ايه فيجوسيتك؟ بتاكل ميكروبات، وسيله للديفنس يعني، تمام؟ اللي عايز اقوله لك ان في حاجات لسه العين ما وصلهاش، يعني مش عارفين ايه يعني. اوكي؟
طيب انا كده خلصت الكلام على الجلوميرول. يبقى الجلوميرولس عرفنا ان هو عباره عن طبق كابيلاري داخل افرنت ارتريول طالع افرنت ارتريول. الكابيلاري دي من انهي نوع؟ فينستريتد اندوثيليوم طبعا. ليها دايفرام؟ لا ملهاش دايفرام، قاعده على ايه؟ بيزمنت ممبرين. كام طبقه؟ ثلاث طبقات صح كده. سمكه قد ايه؟ 300 نانو. الطبقه اللي في النص دنسيت فيها كولاجين تايب 4. الطبقتين اللي بره ريري لامينار ريري فيها فايبرز تعبانه زي الايه؟ زي اللامينين فايبرونكتين وبروتيوجلايكنز. وحط تحتها 5000 خط. اشمعنى؟ عشان كمان شويه اقول لك ان هي فاس بوزيتيف. تيجي ام سي كيو دي، ما بين اللوبس بتاعت الكابيلاري دي في خلايا دعاميه ثانيه اسمها انتراجلوميرولار ميسنجل سيل. ايه خلايا دعاميه ثانيه دي؟ هو في خلايا دعاميه اولى طبعا الا وهي البودوسايت، هكلمك عنها كمان شويه في البومنز كابسول. اوكي، في اي مشكله حتى الان في جلوميرولس؟ كلام عبيط جدا. تعالى ننتقل الى البومنز كابسول. البومنز كابسول يا اولاد اللي احنا لسه قايلينها دي بتكون من طبقتين، في انر لاير زي ما انت شايف وفي اوتر لاير. صح صح. طب بص اقول لك على حاجه، مش الانر لاير دي دايركت كونتاكت مع الكابيلاري مع الجلوميرولس؟ طب نيجي نسميها اسم تاني، نسميها فاسكولار بورد. بس خلي بالك ده كان اسمه فاسكولار بول بتاع المالبيجن كوباسل كلها، لكن ده هيبقى اسمه فاسكولار لاير بتاعت مين؟ بتاعت البومنز كابسول. والطبقه اللي بره اللي مالهاش علاقه بالكابيلاريز دي هسميها اوتر لاير او اسميها بارايتال لايرز. مش احنا قلنا فاكرين الطبقات بتاعت البريكارديوم كان فيه فيسرال وبارايتال، فدي بنسميها فيسرال لاير ماشي او فاسكولار لاير ماشي، ودي البارايتال لاير. خليها فيسرال احسن، بلاش فاسكولار، خليها فيسرال اند بارايتال لاير. اوكي كلام جميل. طيب بص بقى انا عايز اعرف برضو اللايرز دي عباره عن خلايا نوعها ايه. بالنسبه للبارايتال ما فيهاش لعب كتير، اللي هي الاوتر لاير دي البارايتال عباره عن ايه؟ سمبل سكويموس ابيثيلي. شكرا افادكم الله. شايف الخلايا؟ سمبل سكويموس خالص، انتوا عارفين طبعا سمبل سكويموس ابيثيلي ده خلايا جميله خالص ماشي. المشكله كلها في مين؟ في الانر، في الفيسرال. ليه بقى؟ لان الفيسرال في نوع من الخلايا اسمه بودوسايتس. ايه بودوسايتس دي؟ خلايا ذات اقدام، خلايا يعني سايتس صح؟ وبودو جاي من بيديكلز يعني جاي من الفوتس بتاعتها، الفيت بتاعتها، الاقدام بتاعتها ماشي. فسميناها الخلايا ذات البيديكلز فسميناها بودو، بندلعها بقى بودو سايت ماشي ماشي. طيب البودو سايتس دي ادهرنت لمين؟ للجلوميرولار كابيلاريز، لازقه في مين؟ في الجلوميرولار كابيلاريز. طيب المسافه ما بين البارايتال والفيسرا الحته الفاضيه دي بسميها ايه؟ بومانز سبيس، بسميها بومانز سبيس. اوكي طب بومانز سبيس ده ان شاء الله هيبقى فيه ايه؟ هيبقى فيه فلتريت. ايه الفلتريت؟ هي الجلوميرولس ده ثواني احط. طيب هنقفل الفيديو ده وهنعمل واحد تاني واشحن اللاب.